السلام عليكم رجعنا اليوم لاستكشاف وحل لغز منطقة السيوف التي بها صندوق ذهبي. أولا نذهب إلى المنطقة، منطقة يمكن كل تعرض لها. هذه هي المنطقة التي بها الثلاث حواجز، منطقة السيوف. راح نحاول نفتح اللغز تاع منطقة السيوف. أولا راح نتكلم مع مرشدة. لا يمكن أن تفتح إطار الباكات، يلزم فتح المنطقة. كلم مرشدة. Someone needs assistance. الله يغطي الله يرحم كبدوري المصباح. شارع عندك أنا تبقى تحكي معها، راكم عارفين حكاية تاع جينشين قاع ميكملوش، قاع ميكملوش كامل قاع ميكملوش. تقول لك منا تعطيك لي بلايص، وجاتني ناس سقسطني على بلايص باش تفتح المنطقة. أنا راح نحاول اليوم نفتح المنطقة. لبانا كاين كنزة، لبانا عطينا المنطقة. ايوا نزيدو نكملو هضرتها. هي دروك تشرحنا في المناطق، كاين ثلاث مناطق باش نفتحو هاد المنطقة. كملو الهضرة، الهضرة اللي قاع متكملش كملوها. كاين اللي بغي يقرا، انا قريتهم مي دروك راني فوت حكاياتهم ما يكملوش، كل واحد عنده حكاية. مهم عندنا أول منطقة هنايا في هاد البلاصة، في هاد المكان عندنا أول منطقة. هذه منطقة تاع السيوف اللي رانا فيها دروك، وين غادي تفتح اللغز هذه هي المنطقة تاعها. صحيح، هذه منطقة باش تفتح اللغز. دروك حنا نروحو للأماكن اللي عطاتهم لنا المرشدة باش نفتحو المنطقة. أول مكان راح يكون معنا في هاد الحلبة تاع الحرب، توجه عليها على طول ندخل نحارب هادو. إذا ما سقطتش يفتح لك هاد المتفوق العالم تاعك، ضمن العالم تاعك. يا سهلة سهلة، يمكن قريب من 10 خلصنا. نكملهم، نعطيك سهلة هذوك. هنا ارتيفاكت رائع، يمكن كبداية بالكود. هذه ارتيفاكت افضل من عشرة. نجيبو واحد كراي تعطيش. لحد الآن عندنا كراي هذه أول منطقة فتحناها، أول حاجز. المنطقة الثانية ما راح أعمل فايت، والفايت راح كامل قاع الناس عارف تفايتي، قاع الناس عارف تحارب. نسوي المناطق فقط. A reward on the road. غادي يخرج لك هاد المنطقة، تجيب واحد تاع نار، أنبر، عندنا أنبر، وتكون هذه هي المنطقة. المنطقة الثانية اللي راح تلاقي فيها الحاجز الثاني اللي غادي تفتح، هذه هي المنطقة، هذه هي المنطقة بين ثلاث دوائر. جيبوا أنبر. نفتح الحاجز الثاني، نبقى لنا حاجز واحد فقط. راح نتوجه للمنطقة ونجيب واحد الكترو في هذه المنطقة، يلزمنا هذا الكترو. ها هو الحاجز الثاني، الثالث عفوا. راهو خلصنا الحاجز الثالث، والمنطقة ستكون هاي الكاركتر. I will protect you. هذه المنطقة
الالكترو جايه هنا، جايه عند البحيره ثالث منطقه معنا. ثالث منطقه هذه. الان نرجع الى بدايه عند منطقه سوف. رجعنا منطقة سيوف، وهنا صندوق ذهبي فيه ارتفاع رابع، كما انه بسيف سيف ذهبي يمكن تكرافتي بيه تصنع بيه سلاح. هذا هو الشرح تاع المنطقة او لغز منطقة سيوف. يمكن ما عجبكم الشرح، لا عجبكم الشرح ما تنسوناش بالدعم، كاين استعمال. أي أسئلة عندي شنو بارت تركوها هنا في التعليقات.